أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة السعودية، نستهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 109 قضاة بوزارة العدل. جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار تتواصل، ووزير المالية 6% نمو الناتج غير النفطي في 2023. الميزان التجاري في المملكة يحقق فائضا للشهر 37 على التوالي. وتشاهدون في نشرتنا أيضا، نيوم تستثمر 100 مليون دولار في تصنيع وتطوير المركبة ذاتية القيادة. أهلا بكم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمره الكريم بترقية وتعيين 109 قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي. وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن الأمر الكريم وما تضمنه من ترقية وتعيين يأتي امتدادا للدعم المتواصل من القيادة بمرفق القضاء. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة للرئيس قاسم توكايف رئيس جمهورية كازاخستان بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. تستمر أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته 7 بالرياض لليوم الثاني تحت عنوان البوصلة الجديدة بمشاركة قادة العالم وكبرى الشركات الصناعية والمستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات. وتعد المبادرة مناسبة مهمة لمناقشة التحديات العالمية التي يواجهها العالم في مجالات المناخ والاقتصاد والتكنولوجيا. وفي جلسة حول التوازن بين تعزيز الاقتصادات ونمو التجارة الدولية، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن المملكة ركزت في رؤيتها على تقوية اقتصادها. تتمكن الدول من مساعدة غيرها، يجب أن تكون هي نفسها قوية، وكان ذلك هو تركيزنا منذ إطلاق رؤية 2030، وهي أن نحاول أن نتأكد أن الاقتصاد السعودي قوي بما يكفي لدعم شعبه ولدعم اقتصاده، ولكن أيضا لدعم الآخرين. إذا لم تكن قويا بما فيه الكفاية ولم يكن لديك نقاط قوة كافية، لن تكون قادرا على مساعدة نفسك ولا الآخرين. أوضح وزير المالية محمد الجدعان أن تركيز المملكة ينصب نحو تنويع الاقتصاد، متوقعا أن ينمو القطاع غير النفطي ب 6% خلال العام الجاري والمقبل. وعلى حد ما يهم أو المملكة العربية السعودية، فنحن يمكنني أن أخبركم أننا لا نركز على إجمالي الناتج المحلي أو الناتج المحلي، فنحن لدينا الناتج النفطي والناتج غير النفطي. تركيزنا ورؤية 2030 بالكامل تدور حول تنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط، لذلك ننظر إلى الناتج المحلي من غير النفط، والذي كان وما زال يتزايد ومتواصل في كونه صحي، ونريد أن نرى ذلك مستمرا على المدى المتوسط. في الربع الأخير نما بنسبة 6.1%، ونتوقع أن تنتهي السنة بتقريبا في حدود 6%، والسنة القادمة. كما أوضح الجدعان أن المملكة نجحت في تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا. نعلم بصدمات كثيرة مثل الجائحة وما بعد الجائحة وانقطاعات سلاسل الإمداد و التيسير الكمي بشكل كبير وضخ الأموال نتيجة للجائحة، مما نتج عنه التضخم ونتج عنه كذلك عمليات التشدد المالي كذلك، والذي أدى أيضا
إلى موقف صعب جدا يتوقف على الموقف أو المكان الذي تعيش فيه في العالم. بعض الدول تمكنت من التعامل مع الأمر، وبعض الدول كذلك واجهت مشكلات واستهلكوا الكثير من احتياطاتهم والكثير من الهوامش الأمان لديهم للتعامل مع هذه التحديات. هذا وعبر وزير المالية عن تعاطفه مع المدنيين في غزة داعيا إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي. الأحداث الأخيرة أيضا لا تساعد أبدا، ونتعاطف مع من يعانون من المدنيين والضحايا من المدنيين حيثما كانوا، وينبغي احترام القانون الدولي، فبدون القانون الدولي وبدون احترامه ستعم العالم الفوضى. نريد الهدوء والحكمة، ونريد التعاون معا لكي نحقق الهدوء ولكي نتجنب تصاعد وتفاقم الأمور. رأينا الوضع في المنطقة قبل 7 أكتوبر، كان هناك الكثير من الهدوء، والذي حقق المزيد من الأمل في المنطقة، ولا نريد أن تكون الأحداث الأخيرة تتسبب في أن نعود إلى ما أن تتسبب في تفاقم الأمور. نريد أن نعود إلى حيث كنا وأن نواصل مسار التنمية. ولتفاصيل أوسع ينضم معنا من هناك مراسل أخبار السعودية الزميل عبد العزيز الموانع. عبد العزيز، بداية أهلا بك في هذه النشرة. عبد العزيز، يعني ضعنا في أجواء هذا المنتدى. مساء الخير عليك عبد الرحمن، مساء الخير على السادة مشاهدي أخبار السعودية. اليوم هو ثاني أيام مبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها 7، حيث شهدنا منذ ساعات الصباح الأولى مجموعة من الجلسات المهمة، تحديدا فيما يتعلق بالذات يعني في جلسات الصباح بالقطاعات المالية. حديث وزير المالية الذي عرض قبل قليل ركز تحديدا على مجموعة من الأولويات ومجموعة أيضا من السياسات المتعلقة بالاقتصادات وأيضا معدلات النمو وكل ما هو من شأنه متعلق بذلك. أيضا في ذات السياق كان قد ذكر أيضا سمو الشيخ سلمان الخليفة، وهو وزير المالية والاقتصاد بدولة البحرين، من خلال الجلسة ذاتها تحدث عن مسار التنمية يتجه أيضا نحو التنويع في مختلف اقتصادات الخليج، وأيضا ما حققت المملكة يعتبر أحد النماذج المهمة التي يجب أن يشار إليها. أيضا كانت الرئيسة التنفيذي للبنك أو رئيسة البنك الأول الأستاذة لبنى العليان تحدثت أنه يجب علينا أيضا الاتجاه بالبوصلة اتجاه الهند والصين، لكونهم يشكلون تقريبا 360 مليار دولار من أحجام الاقتصادات في دول شرق آسيا، وأيضا تنويع الاقتصاد مع تلك الدول أمر مهم جدا لفتح أسواق جديدة وأفاق جديدة على مستوى أيضا العالم. أيضا كان قد تحدث الأستاذ محمد العبار، وهو المؤسس لمجموعة إعمار العقارية المعروفة، طبعا تحدث حول مجموعة كبيرة جدا من النقاط المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحدث أيضا حول الأزمة السياسية وتأثيراتها على مستويات التقدم الاقتصادي سواء لدول المنطقة تحديدا منطقة الشرق الأوسط، أو أيضا حتى طبعا ما حدث في شرق أوروبا أيضا وتأثيرات مثل هذه الأزمة على طبعا سلاسل الإمداد النفطية والغاز وما تلاها أيضا من تداعيات أثرت حتى على مستويات الأمن الغذائي. طبعا كان من الجلسات الجميلة إحدى القصص الرائعة كان قد تحدث من خلالها الأستاذ حسن جميل، وهو نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد اللطيف جميل، تحدث تحديدا عن قصة تأسيس هذه المجموعة أيضا مجموعة السيارات، وأيضا تحدث أن قد يصل أيضا مجموع مبيعات السيارات في عام 2030 تقريبا إلى 1 مليون سيارة في السنة، وأيضا أشار إلى أن مستقبل السيارات الكهربائية في المملكة واعد بشكل كبير جدا، وقد أيضا
نحقق مبيعات جيدة في قطاع السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، وقد تصل نسبة مبيعات السيارات الكهربائية تقريبا إلى أكثر من 30% من مجموع السيارات التي تباع في المملكة العربية السعودية. أيضا صاحبة سمو الملك الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان تحدثت في جلسة تتعلق بأيضا نقص الاستثمارات في المحيطات، وأشارت إلى طبعا بكونها أيضا العاملة في هذا المجال والمهتمة بهذا الشأن بشكل كبير جدا، عن أهمية أيضا تنويع القاعدة الاستثمارية فيما يتعلق بتنمية المحيطات، أيضا المحافظة على يمكن أن نسميه النقاء والنظافة في هذه الأماكن، خصوصا أنها تعد من الأماكن الحاضنة للبيئات البحرية والتي من المؤكد أنها تعود بشكل أكبر على ازدهار البيئة البحرية، ما ينبئ بأن استثمار مثل هذه المناطق هو استثمار بيئي ليس فقط على المستوى التنموي والاقتصادي، بل أيضا في محافظة طبعا على مستويات المناخ ومعدل التنمية البيئية. أيضا تحدثت أن هذه أيضا يمكن نسميها النقاط الأساسية فيما يتعلق بالاستثمار في المحيطات. أيضا رأينا من ضمنها مثلا المشاريع التي أنشأتها المملكة تحديدا فيما يتعلق بمشروع البحر الأحمر، وكيف مثل هذه البيئة الجاذبة بالحفاظ حتى على طبعا البيئة البحرية وخصوبة هذه البيئة البحرية جلب إليها استثمار مثل مشروع البحر الأحمر، فينبغي طبعا علينا الاهتمام ببيئاتنا البحرية حتى نستطيع طبعا من خلالها أيضا الحفاظ كما ذكرنا على مستويات التوازن البيئي، وأيضا جذب الاستثمارات إلى هذه المنطقة. طبعا تبقى فقط في جدول أعمال الفترة المسائية ثلاث قمم سوف تعقد على هامش هذه المبادرة في الدورة السابعة من خلال ثلاثة عناوين. الأولى تتحدث حول الأولوية وعنوانها مقدمة في الأولوية، يتحدث من خلال السيد ريتشارد أتياس وهو الرئيس التنفيذي لمبادرة مستقبل الاستثمار. العنوان الثاني تصور من الغد، يتحدث فيها نظم النصر وهو الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم. وأخيرا كيف تتحرك الثقافة نحو النمو الاقتصادي، يتحدث من خلالها الأستاذ عمرو المدني وهو الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للعلا. والعنوان الأخير حول العصر التالي من الاستثمار بالشرق الأوسط، سوف يتواجد على هذه المنصة الأستاذ محمد أبو نيان وهو الرئيس أو رئيس مجلس إدارة أكوا باور. هذا كان طبعا بشكل عام موجز ما حواه مبادرة مستقبل الاستثمار في دورتها السابعة لثاني أيامها. إليك عبد الرحمن. إذن كل الشكر والتقدير لمراسل أخبار السعودية الزميل عبد العزيز المعلن، شكرا لك عبد العزيز. كما ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الاقتصادي الأستاذ إبراهيم الهندي. أستاذ إبراهيم بداية أهلا بك في هذه النشرة. أهمية هذه المبادرة، مبادرة مستقبل الاستثمار، خصوصا حقيقة يعني لها أتت بمشاركة متنوعة لقادة العالم أيضا صانعي السياسات الاقتصادية، كيف ترى أهمية هذه المبادرة؟ أهلا وسهلا وبعد الله مساكم كل خير. هذا المسار سد المشاهد المسلمين بكل خير. المبادرة لها أهمية كبيرة جدا نظرا لأنها تناقش الفرص الجديدة في الاستثمار، فرص المستقبل الجديد للاستثمار، وهذا أمر مهم جدا، وإيجاد فرص نوعية واستثمارات نوعية جديدة تخدم العالم وتخدم مستقبل الاستثمار في العالم. نجمع أباطرة الاقتصاد وأباطرة الاستثمار في العالم في تحت سقف واحد، ونتناقش معهم بشكل كبير لإيجاد حلول جيدة للاستثمار عن طريق الاستثمارات الجديدة، تكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا النظيفة، الاستدامة، الطاقة الكهربائية والسيارات الكهربائية. كل هذه الفرص الاستثمارية الجديدة التي تخدم المستقبل ومستقبل العالم كلها لها أهمية لرفع الاقتصاد العالمي خلال الفترة القادمة بإذن الله عز وجل، والعمل على إيجاد فرص كبيرة جدا وإشراك شركائنا الجدد في هذه الفرص الاستثمارية
والعمل على تطويرها بشكل يخدم العالم. ولا شك أن المملكة العربية السعودية لها باع في مسألة تطوير الطاقة في العالم، مما يؤدي إلى تطوير الاستثمارات المستقبلية بإذن الله عز وجل. أستاذ إبراهيم، الاقتصاد غير النفطي كيف تراه وهو من يعني مستهدفات رؤية 2030؟ لا شك في ذلك. وزير المالية تحدث عن توقعات لنمو الاقتصاد النفطي خلال السنة الحالية والسنة القادمة، وهذا دليل على أن المملكة العربية السعودية تدعم الاقتصاد الغير نفطي وسوف يستمر هذا الدعم، مما يجعل هنالك النمو مضطرد في الاقتصاد الغير نفطي. أيضا كل التحدث عن فرص الاستثمار المستقبلي والفرص الجديدة كلها تتحدث عن ضخ استثمارات في يعني استثمارات غير نفطية، ضخ أموال استثمارات غير نفطية تخدم الاقتصاد بعيدا عن النفط، ولكن في أنشطة جديدة تدعم الاقتصاد الجديد وتدعم الرؤية المملكة 2030 بمجالاتها الجديدة عن طريق التكنولوجيا، عن طريق السيارات الكهربائية، عن طريق إيجاد شركات صغيرة ومتوسطة تدعم هذا الاقتصاد ودعمها عن طريق دعم القطاع الخاص، ومن ثم إرساء مشاريع عليها بشكل مستمر، مما يؤدي إلى ارتفاع الاقتصاد الغير نفطي بشكل مضطرد بإذن الله عز وجل. وهذا ما يحقق رؤية المملكة 2030، أنه سوف نجعل من الاقتصاد النفطي اقتصاد ثانوي لدينا، وندعم الاقتصاد الغير نفطي بحيث يكون هو الاقتصاد الإنتاجي الأول في المملكة، ويدعم اقتصاد المملكة في المرتبة الأولى خلال السنوات القادمة بإذن الله. نعم أستاذ إبراهيم، هذه المبادرات يعني انعكاسها على السوق السعودي كيف ترى؟ لا شك أنه انعكاسها سوف يكون انعكاس قوي جدا، نظرا لأنه المبادرات هذه تهدف إلى تطوير الكوادر البشرية. السوق السعودي سوف يشهد تطوير الكوادر البشرية بشكل كبير، وأيضا انعكاسها قوي على نسب التوظيف، نسب خفض البطالة، نسب تطوير الحياة إلى حياة تقنية عالية الأداء وحياة ذات جودة عالية، كلها تقدم السوق السعودي وتخدم جودة الحياة في المملكة السعودية يعني خلال السنوات القادمة، مما يؤدي إلى التطور المتسارع في المفاهيم كما تحدث رئيس صندوق الاستثمارات العامة، أن هنالك تطور في المفاهيم سوف يكون خلال الفترة القادمة، نظرا لأن كل هذه الاستثمارات سوف تغير من مفاهيم المواطن السعودي والمستثمر داخل المملكة العربية السعودية إلى مفاهيم أفضل وأرقى ويعني ذات جودة عالية بإذن الله عز وجل. إذن كل شكر وتقدير للكاتب الاقتصادي الأستاذ إبراهيم الهندي، شكرا لك. وقعت وكالة الفضاء السعودية في الرياض مذكرة تفاهم مع شركة صناعات الطيران والفضاء الكورية بهدف تعزيز الابتكار واستكشاف الفرص الاستثمارية والمستقبلية في مجال الفضاء وتعزيز نمو تقنياته لفتح آفاق جديدة فيه. تهدف هذه المذكرة إلى تبني مستجدات قطاع الطيران والفضاء من خلال التعاون مع شركة صناعات الطيران والفضاء الكورية الرائدة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الفضائية. انعقد في مقر سدايا اجتماع الطاولة المستديرة السعودي البريطاني الأول حول الذكاء الاصطناعي بتنظيم من سدايا وكاست والسفارة البريطانية، وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها تنظيم الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وتوجه البلدين في دعم الابتكار وسبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التحديات وأفضل الممارسات حول عدد من القضايا.
حقق الميزان التجاري للشهر 37 على التوالي فائضا، وبلغ حجم التجارة الخارجية للمملكة خلال شهر أغسطس 163 مليار ريال، فيما بلغت وارداتها السلعية 61 مليار و500 مليون ريال، وتجاوزت قيمة الواردات من الصين 11 مليار ريال في أغسطس الماضي، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة تليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم الإمارات العربية المتحدة. أعلنت نيوم عن استثمار 100 مليون دولار أمريكي في بوني اي اي الشركة العالمية الرائدة في مجال المركبات ذاتية القيادة، وتهدف الشراكة إلى توفير خدمات المركبات ذاتية القيادة وتصنيع وتطوير المركبات المتقدمة والبنية التحتية للمركبات الذكية في نيوم، على أن تغطي هذه الخدمات الأسواق الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أعلنت نيوم عن إتمام عملية الاستثمار في شركة ريجنت المتخصصة في صناعة الطائرات المائية الكهربائية، وتضع هذه الخطوة نيوم كأكبر مستثمر ضمن المرحلة الأولى لتطوير الشركة كجزء من شراكة تمتد لعدة سنوات بين نيوم وريجنت، وذلك لتعزيز قدراتها في قطاع التنقل المائي والمستدام وتقديم خدمات متطورة لنقل الركاب بالطائرات المائية في المنطقة. الهيئة الملكية بينبع تحصل على جائزة المملكة للإدارة البيئية بمؤتمر وزراء بيئة العالم الإسلامي. وللمزيد من التفاصيل عن هذه الجائزة ينضم إلينا من ينبع مراسل أخبار السعودية الزميل عمار الشمراني. عمار، بداية أهلا بك في هذه النشرة. عمار، يعني تفاصيل أوسع عن هذه الجائزة وكذلك أثرها الإيجابي على الهيئة الملكية. أهلا وسهلا عبد الرحمن، مساء الخير عليك وعلى كافة من يشاهدنا عبر شاشة أخبار السعودية. بالفعل نتواجد اليوم في الهيئة الملكية بينبع، والتي أضافت في سجلاتها إنجازا جديدا يسجل باسم الهيئة الملكية بينبع بعد أن حصلت مدينة ينبع الصناعية على جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي في فرع المدينة الخضراء والصديقة للبيئة. راح نتحدث أكثر عن هذه الجائزة وعن حصول الهيئة الملكية لهذه الجائزة، وينضم معنا الآن المهندس زيدان نيوسف وهو مدير عام الشؤون الفنية في الهيئة الملكية بينبع. مساء الخير مهندس زيدان، ونرحب فيك عبر شاشة قناة الأخبار السعودية. مساء النور، ويسعدني هذه الاستضافة، وأشكر لكم هذه الاستضافة ولجميع العاملين في قناة السعودية في هذه الاستضافة بمناسبة حصول مدينة ينبع الصناعية على جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، والتي يتم حوكمتها وتقييمها من قبل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ووزارة البيئة والمياه بالمملكة العربية السعودية. تعد هذه الجائزة من الجوائز المرموقة في مجال البيئة على مستوى العالم الإسلامي. بفضل الله تم تكريم الهيئة الملكية بهذه الجائزة خلال الاجتماع التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي، والذي انعقد في مدينة جدة برعاية كريمة لمولاي خادم الحرمين الشريفين. وتعد هذه الجائزة من إحدى ثمار المجهودات المتواصلة للهيئة الملكية في شتى المجالات، ومن أهمها مجال حماية ورعاية المحافظة على البيئة في مدنها الصناعية. حقيقة الهيئة الملكية تنتهج نهجا منذ تأسيس هذه المدن على المحافظة على التوازن بين التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة، ويتم ذلك من خلال العديد من البرامج التي تقوم فيها الهيئة الملكية. أيضا يتم ذلك من خلال التخطيط والتصميم وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد والمحافظة على البيئة في مدن الهيئة الملكية. نحن في الهيئة الملكية سعيدين بهذه الجائزة حقيقة، لأنها تبرز المجهودات التي تقوم فيها الهيئة الملكية، وهذه المجهودات هي ثمار للدعم اللامحدود لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين لمدن الهيئة الملكية.
يمكن ساعدنا بهذه الجائزة، كما ساعدنا أيضا بتهنئة مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأخيرة برئاسة مولاي خادم الحرمين الشريفين لجميع الفائزين في جوائز منظمة العالم الإسلامي. فهذا أيضا يعطينا انطباع أو يعطينا أيضا الإحساس بالسعادة الغامرة لهذه التهنئة والإشادة بهذه الدور الذي تقوم فيه الهيئة الملكية. الهيئة الملكية حريصة على الاستمرار في دورها في مجال حماية البيئة وتنمية البيئة، وهذا الحرص أيضا ينسجم مع التزام جميع الشركاء الصناعيين بالمعايير البيئية للهيئة الملكية، والتي تعد من أعلى المعايير البيئية الخاصة بالمدن الصناعية على مستوى العالم. أيضا بمشيئة الله هذه الجائزة ستكون حافز للاستمرار في المحافظة على التنمية المستدامة لمدن الهيئة الملكية، وهي شاهد على التميز الذي تشهده المدن الهيئة الملكية في هذا المجال، وعلى الحراك الذي تقوم فيه مدن الهيئة الملكية نحو تنفيذ وتحقيق تطلعات القيادة ورؤى القيادة نحو التنمية المستدامة والاقتصاد الدائري للكربون. وبمشيئة الله سنرى الكثير من المساهمات لمدن الهيئة الملكية في العديد من المجالات. شكرا لك مهندس زيدان، ونبارك لكم أيضا مجددا على هذا الإنجاز، ونتمنى إن شاء الله الاستمرارية في مثل هذه الجوائز اللي تحقيقها دائما الهيئة الملكية في مختلف الأمور اللي تحقيق ما شاء الله الهيئة الملكية في جودة الحياة، وأيضا ضمن رؤية مستهدفات المملكة 2030. شكرا لهذه الاستضافة، ونتطلع إلى لقاء آخر مع إنجاز آخر يكون شاهدا لمسيرة التنمية الوطني لوطننا الغالي بمشيئة الله. شكرا لك مهندس زيدان. كما سمعت عبد الرحمن والسادة المشاهدين، هذا الإنجاز الذي أضيف إلى سجلات الهيئة الملكية بينبع هذه الجائزة التي كانت برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي حققت مدينة ينبع الصناعية فيها المركز الأول، والتي تحافظ دائما على مستويات جودة الحياة والحفاظ على البيئة. هذا كل ما لدينا لهذا اليوم، ونعود إليك بالصوت والصورة في الاستديو. إذن كل الشكر والتقدير لمراسل الأخبار السعودية من ينبع الزميل عمار الشمراني وضيفه الكريم، شكرا لكما. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. إدارة تعليم جدة تطلق اختبار مسابقة موهوب 2023. أهلا بكم، وإلى أخبار المناطق، حيث اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة خلال لقائه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبد العزيز محافظ الخرج على سير العمل في المحافظة والمراكز التابعة لها، مؤكدا أهمية الحرص على مصالح المواطنين والمقيمين وإنجاز معاملاتهم. ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم تحقيق القصيم النسبة الأقل على مستوى مناطق المملكة من خلو منتجاتها الزراعية من متبقيات المبيدات والملوثات الكيميائية. جاء ذلك بعد اطلاعه على التقرير الوارد من إدارة سلامة المنتجات النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، الموضح فيه خلو العينات الزراعية من وجود نسب أعلى من المسموح به، والذي يعكس مؤشرا جيدا لسلامة المنتجات الزراعية بالقصيم. من جهة ثانية، رأس أمير منطقة القصيم اجتماع التوطين بالمنطقة بحضور عدد من ممثلي الوزارات ومديري الجهات الحكومية بالمنطقة، واستمع سموه خلال الاجتماع إلى شرح حول جهود التمكين والتوطين بالمنطقة وجهود الوزارات وخططهم في التمكين والتوطين بالمنطقة، إلى جانب استعراض مؤشرات التوطين وملتقى القصيم لتمكين الشباب الثالث، بالإضافة إلى استعراض تقرير تقييم توطين المولات بالمنطقة.
تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة تقريرا عن التغطيات الإعلامية لوكالة الأنباء السعودية لموسم صيف الباحة أجمل 44 والاحتفاء باليوم الوطني 93 للمملكة. كما تسلم خلال لقائه مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالمنطقة الصقر الزهراني تقريرا مصورا لمختلف الفعاليات التي شهدتها المنطقة خلال موسم الصيف. رأس سمو أمير منطقة الباحة اجتماع استعراض مشاريع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية ضمن أعمال غرفة عمليات متابعة المشاريع بحضور مدير الفرع المهندس مسفر المالكي، واستعرض الاجتماع مشاريع النقل خلال الربع الثالث للعام المالي الحالي والتي شهدت ارتفاع مؤشر قياس تحسن المشاريع بمتوسط نسبة إنجازه تقارب 69% من إجمالي نسب تلك المشاريع. دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل عربات استلام فائض الطعام المتنقلة التي اعتمدتها جمعية حفظ النعمة الأهلية بالتعاون مع إمارة وأمانة المنطقة. واطلع خلال لقائه أمين عام مؤسسة حفظ النعمة الأهلية عبد الله بن سعيد وأمين المنطقة سلطان الزايدي على العربات وطريقة عملها للحصول على فائض الطعام. نسعد حينما تكون لدينا وزارات معناة بهذا الفكر، ونسعد كذلك حينما يكون لنا رجال من أبناء الوطن حقيقة يقدر ويثمن هذه النعمة، ونسعد كذلك حينما يكون أبناء المجتمع الحمد لله من خلال القطاع الثالث ومشاركتهم في أداء هذا العمل كذلك يثروا هذا الفكر من خلال منهجية عمل. طبعا حفظ النعم هي جزء هام من تكويننا العقائدي والفكري والمجتمعي، ونحمد الله أن أمة على عقيدة وفي مقدمة هذه العقيدة وهذه الثوابت هي الشكر لله عز وجل. اطلع سمو أمير منطقة حائل خلال لقائه رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية المهندس عبد المحسن الفريحي ومدير وحدة أعمال المياه بالمنطقة خالد الجمعان، اطلع على العرض المقدم والمشتمل على المشاريع المعتمدة بقيمة 5,100,000,000 ريال لشركة المياه الوطنية بحائل. كما اطلع أمير المنطقة على جهود الشركة لرفع نسب التغطية في خدمات المياه ورفع الضرر البيئي. كان الاجتماع حقيقه لحزمه من المشاريع تتمثل في ما يقارب 5 مليار ل ان شاء الله 23 و24 ستنفذ هذه المشاريع، بدات حقيقه في سلسلتها، وهذا رقم اعتقد انه كبير ونسال الله ان ينفع به. ناهيك انه فيه طبعا هذه الخمسة مليار تتمثل في 57 مشروع ان شاء الله ستكون في المنطقة وسيتم ترسيتها خلال العامين السنة هذه والعام المقبل ان شاء الله. كما اطلع سمو أمير منطقة حائل على خط سير العمل في مشاريع هيئة تطوير المنطقة الحالية والمستقبلية، وناقش خلال اجتماعه بالرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة عمر العبد الجبار وقيادات الهيئة العديد من المشاريع الاستراتيجية للهيئة في المنطقة. من جهة ثانية تسلم سمو أمير منطقة حائل تقريرا عن أهم إنجازات اللجنة التنفيذية لبرنامج الأمير عبد العزيز بن سعد للتنمية المجتمعية لعام 2023-2022. وأشاد الأمير عبد العزيز بن سعد خلال لقائه أعضاء اللجنة بجهودهم، موجها بضرورة العمل على إقامة برامج ومشاريع نوعية تستهدف الشباب وتهدف إلى خلق فرص لاكتشاف ذاتهم ومواهبهم وتعزيز إمكانياتهم وقدراتهم وتهيئتهم لسوق العمل.
زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة معرض رحلة الكتابة والخط بنسخته الثانية الذي ينظمه مركز المدينة للفنون تحت شعار دروب الروح بالتعاون مع وزارة الثقافة. كما اطلع سموه خلال الزيارة على الأعمال الفنية الإسلامية والمخطوطات النادرة من مقتنيات وزارة الثقافة. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على عرض مرئي عن الخطة التنفيذية للتجمع الصحي. وأكد الأمير فيصل بن خالد خلال لقائه مدير الشؤون الصحية بالمنطقة علوان الشمراني والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي مروان اليحيى على أهمية تطوير وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية وتسخير الطاقات البشرية والآليات لخدمة المواطنين والمقيمين. هذا وهنأ سمو أمير منطقة الحدود الشمالية المعهد السعودي التقني للتعدين بمناسبة حصوله على الجائزة الذهبية لعام 2023 الأكثر تميزا في التعلم والتطوير في القطاع الحكومي على مستوى دول مجلس التعاون ضمن فعاليات المنظمة الحكومية الخليجية للموارد البشرية. جاء ذلك خلال لقائه برئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور فوزي بوبشيت. رأس سمو أمير منطقة الحدود الشمالية الاجتماع الدوري الثاني للعام 2023 مع المحافظين ورؤساء المراكز، وناقش الاجتماع والموضوعات ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية في المحافظات في المجالات التنموية والخدمية والأمنية والاجتماعية. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة التقرير الختامي لتقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج العام الماضي. جاء ذلك خلال لقائه برئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ العميد الدكتور عمار المغربي. كما التقى سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة مدير جوازات المنطقة اللواء فيصل الراجحي يرافقه فريق جوازات المنطقة لكرة القدم، وهنأ الأمير بدر بن سلطان الفريق بمناسبة تتويجه بالمركز الأول في بطولة الجوازات الأولى لكرة القدم لمنسوبيها في نسختها الأولى والتي شارك فيها 15 فريقا من مختلف جوازات مناطق المملكة. والتقى سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس جامعة الطائف يوسف عسيري وذلك بمناسبة صدور الموافقة بتجديد تعيينه رئيسا للجامعة متمنيا له التوفيق والسداد في مهام عمله. تسلم سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة تقريرا عن أعمال شرطة المنطقة، وأعرب خلال لقائه بمدير شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري عن شكره وتقديره لرجال الأمن نظير جهودهم في حفظ الأمن وحماية الممتلكات وتعقب المخالفين. رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اجتماع اللجنة التنفيذية لمهرجان شتاء جازان 2024 بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبد الله الصقر وأمين المنطقة المشرف العام على المهرجان المهندس يحيى غزواني وأعضاء اللجنة، حيث جرى خلال الاجتماع استعراض البرامج والفعاليات المزمع تنفيذها بمدينة جازان وجميع محافظات المنطقة والاطلاع على استعدادات اللجان الفرعية بالمحافظات وتحضيراتها للمهرجان الذي سينطلق مطلع شهر يناير القادم 2024. استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياضة وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين المنطقة في مطار الملك خالد الدولي بالرياضة رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي والوفد المرافق له. غادر فخامة الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا الرياض والوفد المرافق له، وكان في وداع فخامته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض.
كما غادر فخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الرياض عقب زيارة رسمية قام بها للمملكة، وكان في وداع فخامته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على ما يقدمه فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من برامج توعوية وإرشادية، جاء ذلك خلال لقائه بمدير فرع الهيئة المكلف سعيد القحطاني. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير تركي ابن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران على سير العمل في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وثمن خلال لقائه مدير الفرع المكلف مشعل العتيبي جهود الوزارة في جميع مساجد المنطقة ومحافظاتها. دشن سمو نائب أمير منطقة نجران مركز إدارة الطوارئ والأزمات بأمانة منطقة نجران، كما اطلع على التجهيزات العالية التي تم توفيرها داخل المركز، ثم شاهد سموه عرضا مرئيا يوضح فيه سير العمل وكيفية معالجة البلاغات. حضر وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل أسديري حفل سفارة جمهورية المجر لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمقر السفارة في الرياض. كما حضر وكيل إمارة منطقة الرياض حفل سفارة جمهورية زامبيا لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك في قصر الثقافة في حي السفارات بالرياض. والتقى وكيل إمارة منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبد العزيز محافظ الخرج، وجرى خلال اللقاء مناقشة سير العمل في المحافظة والمراكز التابعة لها وسبل تطوير العمل تنفيذا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه. رأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وفد المملكة في الاجتماع التاسع لأصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون الخليجي، وتناول الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن ضمنها حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية. كما ناقش الاجتماع مقترح آلية للتعاون بين وزارات وهيئات الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية في دول المجلس. وقعت إدارة مشروع الرامس وسط العوامية ومكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف اتفاقية تعاون تتضمن توفير مواقع تجارية للأسر المنتجة المستفيدة من إعانة الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تمكين الأسر الضمانية بتوفير موقع لعرض منتجاتها وتسويقها، الأمر الذي يدعم الأسر ماديا. ولتفاصيل أكثر تنضم معنا من هناك مراسلة أخبار السعودية الزميلة شادن الحايك. شادن أهلا بك في هذه النشرة. بداية شادن، يعني ما هو العائد الإيجابي لهذه الاتفاقية للمستفيدين منها؟ مساء الخير عبد الرحمن. بالتأكيد هو توفير فرص عمل وعائد مادي للأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي. تفاصيل هذه الشراكة الاجتماعية ويطلعنا عليها مدير مركز الرامس محمد التركي. أستاذ محمد مساء الخير، وحدثنا عن تفاصيل هذه الشراكة. مساء النور، يعطيكم العافية وشاكرين تواجدكم الدائم المستمر معنا والمواكب لكل جديد في هذا المشروع. حقيقة الشراكة عقدت بيننا كشركة أجدان للتطوير العقاري ممثلة في مشروع الرامس مع مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف، لأن يتم تمكين الأسر الضمانية في هذا المشروع. تم منح عدد 30 بوث بشكل مؤقت طيلة موسم الشتاء بإذن الله تعالى. راح مثل ما تشوف هذه البوثات متوفرة لهذه الأسر بدون أي مقابل مادي، والهدف منها هو تمكين هذه الأسر وتحويلها من أسر مستفيدة إلى أسر متمكنة وتعيل نفسها بنفسها.
بالتأكيد هناك جوانب أو فعاليات وشراكات اجتماعية عقدها مركز الرامس في وقت سابق، حدثنا عنه. طبعا عقدت عدة شراكات بين جهات رسمية وجهات أهلية، منها مكتب الضمان الاجتماعي، وعلى غرار تم توقيع هذه الشراكة، وأيضا إقامة مهرجان حرفيون الذي يقيمه مكتب الضمان في كل عام في إحدى حدائق محافظة القطيف. سيشهد هذا العام المهرجان الحدث في هذا الموقع، موقع المشروع بإذن الله تعالى، لما يتمتع به المشروع من مرافق وخدمات بالإمكان الاستفادة منها في عدة مجالات. أيضا لدينا مبنى متكامل تم توقيع الشراكة مع وزارة الثقافة ممثلة في هيئة التراث، لأن يمنح بشكل مؤقت لمدة 5 سنوات ليكون ليصبح مركز للحرفيين، على غرار مركز الحرفيين المتواجد في عدة مناطق بمملكتنا الحبيبة. أيضا هناك شراكة مع جمعية العوامية الخيرية من خلال منح عدد محلات 2 بشكل دائم دون أي مقابل مادي لتمكين الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية. ماذا عن الاستفادة من هذا المقر؟ هل هناك مواهب تستهدفونها أو جهات ترغبون في التعاون معها؟ دائما ما نكرر بأن هذا المشروع لا يخص محافظة القطيف ولا المنطقة الشرقية، بل هو مشروع وطني، وإن كان المشغل هو قطاع خاص. دائما وأبدا نستقبل وندعو جميع المواطنين بمختلف فئاتهم بأن يجعلوا من هذا المشروع منصة لهم للإبداع وللأفكار الخلاقة التي تساهم في رفع مستوى جودة الحياة وأنسنة المدن. شكرا لك أستاذ محمد، وأعود لك عبد الرحمن. أحد أهم الشروط لتوقيع العقد فيما بين الضمان الاجتماعي والأسرة الضمانية أن تكون الأسرة الضمانية حاصلة على وثيقة العمل الحر، وهي منصة تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. هذه المنصة خلال 6 أشهر أصدرت 2,500,000 وثيقة عمل حر على مستوى المملكة. مكتب الضمان الاجتماعي وقع 30 عقد مع 30 أسرة ضمانية ستتسلم في ختام كل أسبوع مقرها الخاص هنا في مشروع الرامس من 6 مساء وحتى 10. إذن كل الشكر والتقدير لمراسلة أخبار السعودية زميلة شادن الحايك من القطيف وضيفها الكريم، شكرا لكما. أطلقت إدارة تعليم جدة اختبار مسابقة موهوب 2023 بهدف اكتشاف الطلاب المتميزين من بين 196 طالبا وإلحاقهم بالبرامج التدريبية المتخصصة لتأهيلهم للمشاركة في المسابقات والأولمبيادات الدولية. أكثر من 190 طالبا في مدينة جدة اجتازوا المرحلة الأولية للوصول إلى اختبارات موهبة 2023 التي تعد بوابة الدخول لمركز الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع. تنطلق المسابقة بمشاركة 196 طالبا على مستوى مدارس تعليم جدة الحكومي والأهلي والعالمي. الاختبار يتم موحد في ساعة معينة اللي هو الساعة 9 صباحا على مستوى المملكة في جميع مراكز الاختبارات. يعد الاختبار من أهم البرامج التي تسهم في اكتشاف الموهوبين، إذ يمكن الطالب من الالتحاق ببرامج وأنشطة موهبة في الرياضيات والعلوم والكيمياء والفيزياء وغيرها من التخصصات التي تسهم في بناء وتنمية قدراتهم. وخصص هذا العام للمرحلة الثانوية تخصص الفلك والفضاء، وهذا تخصص جديد، وإن شاء الله يعني في قادم الأيام وفي المستقبل القريب ينافس أبناءنا في هذا المجال الجديد على مستوى العالم. 90 دقيقة شاهدنا فيها مشاعر التوتر والترقب وحماس الطلاب لاختبارهم المصيري الأول ونقطة انطلاقهم للتطوير والتمكين وصولا لتمثيل المملكة. غدير بلوشي، جدة.
ضمن خطط بلدية محافظة رفحة في مشاريع تأهيل الشوارع بأعلى جودة، تواصل البلدية أعمالها في إعادة تأهيل الطريق الدولي بما يتوافق مع المواصفات والمعايير والجودة المستدامة، وذلك لتنقلات سليمة وآمنة. للتفاصيل أكثر انضم معنا من هناك مراسل الأخبار السعودية الزميل عبد الله عايش من رفحة. عبد الله، بداية أهلا بك في هذه النشرة. عبد الله، حدثنا عن هذا المشروع، مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي، وأيضا ما نسبة الإنجاز فيه حتى الآن؟ أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بجميع المشاهدين. أتواجد الآن أنا في الطريق الدولي. هذا الطريق، قبل أن أبدأ في التفاصيل سأعطيكم نبذة عن هذا الطريق. الطريق الدولي هو طريق الأمير عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والذي يقسم رفحة إلى قسمين، قسم جنوبي وقسم شمالي، وهو الطريق الدولي الرابط بين دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا بلاد الشام. الآن بلدية رفحة تعمل على إعادة تأهيل هذا الطريق. لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا المشروع ومدى نسبة الإنجاز والتكلفة المالية وكثير من التفاصيل الأخرى، معي هنا المهندس عبد المجيد المطيري، مهندس مدني في قسم المشاريع في بلدية محافظة رفحة. أهلا وسهلا بكم مهندس عبد المجيد، وحياكم الله معنا على قناة السعودية. بداية مهندس عبد المجيد، حدثنا عن هذا المشروع ومدى نسبة الإنجاز. أهلا وسهلا أخوي عبد الله. طبعا أحد مشاريع البنية التحتية والخدمية على مستوى محافظة رفحة، مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي بطول 4000 متر باتجاه الرئيسي إلى عرعر، و 4000 متر أيضا باتجاه العكسي إلى حفر الباطن. جميل. كم أطوال والمسافة التي سيتم إعادة تأهيلها في هذا الطريق؟ طبعا جرى مسح شامل لتحديد أوضاع طبقة الأسفلت المتضررة، وسيتم بإذن الله إزالة طبقة الأسفلت القديمة وصولا إلى طبقة التأسيس، ومن ثم إعادة واستبدال بطبقة أسفلت جديدة، وعمل الاختبارات اللازمة وفق الشروط والمواصفات. ولو تكلمنا عن طول هذا الطريق الذي يجري إعادة تأهيله؟ طبعا الآن مبدئيا يمر المشروع بمراحل. المرحلة الأولى هي إغلاق الطريق المتجه إلى عرعر بطول 4000 متر، ومن ثم بعد انتهاء الأعمال سيتم فتح الطريق والبدء بالأعمال بالاتجاه الآخر، الاتجاه العكسي إلى حفر الباطن. نفس الطول 4000. 4000 متر، نعم. جميل. لو تكلمنا عن التكلفة الإجمالية لهذا المشروع مهندس عبد المجيد. طبعا تكلفة أو قيمة المشروع تتجاوز 8 ملايين ريال. تم الإعلان مسبقا عبر حساب بلدية رفحة عن تغيير بعض الشيء في هذا الطريق، ممكن تعطينا التغييرات التي ستتم على هذا الطريق؟ إيه نعم، جرى تعديل بسيط على التصميم. تمت إضافة مسار تسمح للقادمين من عرعر بالمرور دون التوقف عند الإشارات، منعا لحصول التخددات عند جراء توقف المعدات الثقيلة والسيارات الثقيلة. أيضا تم إضافة دوار بتقاطع الأمير تقاطع عمر بن الخطاب مع الطريق الدولي، وإضافة مسار يربط الطريق الدولي مع شارع الستين والمناطق الاستثمارية بالمحافظة. إذن أخيرا السؤال الأخير لو تكرمت مهندس عبد المجيد، كم المدة التي سيستغرقها هذا المشروع؟ طبعا تم البدء بالأعمال وتسليم الموقع للمقاول بشهر 12 الماضي، وسوف تستمر الأعمال بإذن الله لمدة سنة، وسيتم بعدها فتح الطريق بالاتجاهين بإذن الله. إذن شكرا جزيلا لكم المهندس عبد المجيد المطيري، متحدثا عن إعادة تأهيل الطريق الدولي الرابط كما ذكرنا بين دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا بلاد الشام، وذكر أن هذا الطريق سيستمر لمدة أو مدة المشروع 360 يوم، وعلى مسافة 4000 متر باتجاه عرعر، وأيضا مثلها 4000 متر باتجاه حفر الباطن. إذن كل الشكر والتقدير لمراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله عايش من رفحة وضيفه الكريم، شكرا لكما. دشن مدير عام صحة حائل ورئيس جامعة حائل فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، ويهدف هذا الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى إلى تسليط الضوء على أهمية مكافحة العدوى والحد من انتقال العدوى بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين. دشن مدير عام صحة حائل ورئيس جامعة حائل فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى، ويهدف الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى إلى تسليط الضوء على أهمية مكافحة العدوى والحد من انتقالها بين المرضى والزوار والعاملين الصحيين
من خلال التركيز على الممارسات الآمنة مثل الخطوات الخمس لغسيل وتطهير الأيدي وأهمية تطهير بيئة المنشآت الصحية. السنة هذه الحمد لله نحتفل في الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى في جامعة حائل تحت شعار الاحتفال بأساسيات الوقاية من العدوى ومكافحة العدوى. عندنا أهداف ورسالة من هذا إقامة هذا الحدث والفعالية، مشاركة كثير من الجهات والقطاعات الصحية، كل الجهات الموجودة اليوم والشراكات وكل القطاعات اللي تقدم الرعاية الصحية سعيدين بوجودها اليوم لتحكي قصة ريادة لمكافحة العدوى بالمملكة. اليوم احنا نفتخر في وزارة الصحة وايضا ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المنشآت الصحية وزارة الصحة، أيضا زملائنا في مكافحة العدوى بصحة حائل بهالتجمع الهائل. كما استهدفت صحة حائل عبر هذه الفعاليات منسوبي وطلاب وطالبات التعليم العام والكليات الصحية لإطلاعهم على أبرز التحديثات بما يخص المجال المهم والحيوي، إذ تشمل فعاليات الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى على عمل اجتماع وورش عمل بحضور عدد من الجهات الحكومية لمناقشة التحديات بما يخص اختصاص مكافحة العدوى والتعقيم المركزي، إضافة إلى عدة أنشطة مثل المحاضرات وورش العمل والأركان التوعوية والبوسترات والمسابقات وغيرها في مختلف المنشآت الصحية. لأخبار السعود شعيب حائل. توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيئة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية القصيم حائل المدينة المنورة والحدود الشمالية وكذلك على مناطق جزان عسير نجران، في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق الباحة مكة وأجزاء من الرياض. مشاهدينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير لأبرز ما جاء في نشرتنا. خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 109 قضاة بوزارة العدل. جلسات مبادرة مستقبل الاستثمار تتواصل ووزير المالية 6% نمو الناتج غير النفطي في 2023. الميزان التجاري في المملكة يحقق فائضا للشهر 37 على التوالي. نيوم تستثمر 100 مليون دولار في تصنيع وتطوير المركبات ذاتية القيادة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.